بحضرنا زوز ندوة صحفية جلال القادري وكذلك ناخب الوطني الأسترالي. نبدأ بجلال القادري. اليوم الصباح كان عمل سبيتش مع الملاعبية في الحصة التدريبية قبل الندوة الصحفية، سبيتش تحفيزي الحقيقة لل، وبعد نرجع لك للحصة التدريبية. نمشي مباشرة للب الموضوع والتصريحات، تصريحات جلال القادري. جلال القادري يقول أنه هذه فرصة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي قد لا تعاد في السنوات القادمة، خاصة بعد البريستاسيون اللي كان قدمها منتخبنا أمام المنتخب الدنماركي، وبالتالي أصبح مطالب أنه يعطي مردود كيف ما المردود نتاع المباراة الأولى، ولما لا يكون أفضل المردود. كيف جلال القادري وقت سألته هل انه حواره ولا سبيتش نتاعو والديسكور نتاعو مع الملاعبيه باش يتبدل ما بين المباراه الاولى والمباراه نتاع غدوه، يقول لي وبالفعل فهم السؤال، يقول انا راني سبيتش نتاعي والكلام نتاعي كيقولوا مع الملاعبيه راه يخرج سبونتاني ويخرج من القلب، والملاعبيه نتاعي دونك يتقبلوا الشيء هذا، وبالتالي هذاك علاش لعبوا بقليب، لانه عندي ملاعبيه رجال، قالها كاريمو كيما هكا في الندوه الصحفيه. كيف عديد الاسئله طرحت على الناخب الوطني جلال القادري من الصحفيين الاستراليين، وحكاوا معه خاصه على المنتخب الوطني التونسي. والحقيقة الصحافة الأسترالية منبهرة بلونجاجمون بتاع المنتخب الوطني التونسي. كيف جلال القادري كان مرفق بلاعب كولن الألماني إلياس السخيري، وإلياس السخيري كان تحدث اليوم في سؤال ما نجموش نقولوا مستفز، ولكن السؤال الحقيقة عجبني برشا إذا كان نحكي صحفية. سؤال كان من ليكيب الفرنسية لإلياس السخيري حول يقولوا له أنت لعبت في مونبيليه ولعبت في فرنسا ولعبت مع برشا ملاعبية كما ديمتري بايت وغيره ويوسف المساكني، وين تصنفوا بين الملاعبية هذوما اللي لعبت معاهم أنت في الدوري الفرنسي وإلا واجهته في الدوري الفرنسي؟ يقول لهم يوسف المساكني هو قائد في المنتخب الوطني التونسي ولاعب ليدر وعنده كل الإمكانيات الفنية اللي تسمح له أنه يكون قائد في المنتخب الوطني التونسي، قال سيمون كابيتان، معناتها هو قائدي في المنتخب الوطني التونسي، وهذا يدل ويبين على الاسبري دو جروب الموجودة في المنتخب الوطني التونسي.